أنا أصدقائي، مدى انتظار تحميل ملفات كابال أونلاين. سنجرب هذه اللعبة. إذا مباشرة نضغط على ستار. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة جديدة. وهي كابال أونلاين، وهي لعبة مشهورة نوعا ما، فيها الكثير أو يعني ربما الكثير من اللاعبين في هذه اللعبة، مشهورة جدا على منصة اليوتيوب ولا على منصة ألعاب أونلاين ار بي جي. لنكتشف هذه اللعبة. إذا كابال، بعد ذلك تسجل المعلومات التي سجلناها في الموقع التي تسجلها في موقع اللعبة. إذا ثم اضغط لوجين. إذا هكذا قد دخلنا إلى اللعبة. هنا تختار السيرفر على شكل شانلز، يعني قنوات. سأختار قناة الثانية. يمكنك تغيير القنوات حتى داخل اللعبة. اخترت شانل 2. إذا سبق وأنشأت هذه الشخصية اسمها ياسير، ليفل 3 فقط. اكتشفت اللعبة للتو، لذلك سوف ندخل إلى تعديل الشخصيات كي تروك طريقة هذه اللعبة. إذا كما ترى معي هنا، فإن الشخصيات لديك هنا، يعني الكلاسات هي عبارة عن الواريور فقط والبلايدر. لدينا هنا الأقسام الخاصة بالسيف والأقسام الخاصة بالسحر. إذا بالسيف لدينا الواريور والبلايدر والفورس شيلدر والفورس بلايد. هنا يظهر لك طريقة يعني مهارات كل كلاس. الجلادياتور، اذا هنا خمس كلاسات هنا، ثم اذا في الماجيك ثلاث كلاسات في السحر الخاصة بالسحر. وهنا تظهر معك المهارات كي ترى، يعني كي تشاهدها. نعم، هنا فورس ايرشر ثم فورس جينر. يعني هذه هي الشخصيات الموجودة في اللعبة. سوف نختار الواريور مثلا. اختار الواريور مثلا، ثم اضغط سيت ابيرنس. هنا كما ترى اللعبة ليس فيها الكثير من اعدادات يعني الشخصية، يعني ليس فيها التفاصيل اكثر. مثلا هنا تختار بين ذكر وانثى، وهنا تختار الوجه بين اربعة أوجه مختلفة فقط، ليس فيها تعديلات كثيرة. ثم تختار الشعر بين هذه، يعني تسريحات الشعر. تختار ما يعجبك. هنا تختار اللون، يعني فقط هذا كل ما في الأمر. ثم تضع هنا الاسم، سأسميه ليونيكسيس. اضغط على كريت كاركتر. هنا قد انشأنا شخصيتنا الجديدة اسمها ليونيكسيس. اذا ندخل كي نشاهد معا اللحظة الاولى. طبعا سوف يكون عليك ان تقوم بانشاء كود لحماية يعني حسابك من الاختراق. وهذا انا قد وضعته. عندما تضع الكود تضغط OK. طبعا الكود تقوم بإنشائه في أول مرة تدخل إليها للعبة، تنشئ هذا الكود. إذا ننتظر الدخول. إذا سنلاحظ بعد أن تدخل إلى اللعبة بأنه تتغير المكان التي يعني المكان الذي تخرج منه يتغير على حسب الكلاس الذي اخترته. يعني اذا اخترت الواريور فانك تظهر في هذه المدينة، واذا اخترت كلاس اخر فانك ستظهر في مدينة اخرى. هذه هي اول ملاحظة. يمكننا تقريب الكاميرا بشكل كبير.
كما تلاحظون. وأيضا كما نلاحظ هنا، إذا كما تلاحظون أمامكم يوجد الكثير من اللاعبين في هذه اللعبة. انظر، كل هؤلاء لاعبين حقيقيين. واو واو، وهناك المزيد يأتي إلى هنا. هذا شيء غريب جدا، لم ألاحظه مسبقا في هذه اللعبة. هناك الكثير من اللاعبين، شيء خيالي. يبدو أنهم يبيعون أشياء هنا. واو واو، انظر، هناك الكثير من اللاعبين هنا. هذا لا يصدق. كما توقعت تماما، اللعبة فيها الكثير من اللاعبين. إذا قلنا يمكنك أن تقوم بالتقريب الشخصية أو إبعاد، يمكنك المشي عن طريق لوح المفاتيح، أو يمكنك المشي أيضا عن طريق الضغط بالماوس. يمكنك المشي عن طريق الضغط بالماوس كذلك. لا أظن أن الماوس تعمل هنا. المهم، إذا عندما تريد، إذا كنت تريد أن تبدأ مباشرة في المغامرة، فإنك تذهب إلى صاحب هذه العلامة الحمراء، علامة التعجب الحمراء. يجب أن نذهب إلى علامة التعجب الحمراء. تنظر إلى الخريطة بالجانب فوق هنا، هذه الخريطة الصغيرة، هناك علامة التعجب الحمراء، نذهب إليها كي نأخذ أول مهمة لنا. هذه هي أول مهمة لنا، تظهر فيه هذه العلامة الفوق فوق الرأس. هذا يعني أن لديه مهمة لك. نضغط عليه، ثم نضغط على كويست. نضغط على جو ميت ديلرز. نضغط عليها. انظر إلى هذا الشخص يرقص. لا، يمكنك التحكم كما قلنا بالضغط أيضا عن طريق الماوس أو عن طريق اللوح من المفاتيح. كما نرى هناك الكثير من اللاعبين هنا. أتجه إلى مكان مهم. عندما كنا ما قلنا مسبقا نضغط هنا. بعض الأحيان هذه الأشياء لا سوف أعود للاختيار. هذه هي شخصيتي الرئيسية. هنا أشرح لكم أكثر بالتفاصيل. إذا كما قلنا، يمكنك الضغط بالماوس، يمكنك عن طريق المشي عن طريق لوح المفاتيح. بالنسبة للمهمات، فإنك ترى هذه علامة اللون البنفسجي. هذه هي يطلب مني أن أقتل خمسة من هذا الحيوان. علي أن أدخل على الخريطة أو علامة الاستفهام حسب لغتك. إذن المكان الذي سأقتل فيه الوحش هو مكان هذه العلامة البنفسجية. علي أن آتي إلى هنا، أنا موجود هنا. لذلك سوف أذهب تقريبا، سيكون علي الذهاب مشيا على الأقدام من هنا. سوف أترك الخريطة على هذا الشكل ثم أتبع الخريطة هكذا. يمكنني المشي والنظر. كما ترى هناك الكثير من اللاعبين في هذه اللعبة، أو لاعبين آخرين.
لولا لاعبين آخرين. ماذا يفعلون؟ يقاتلون. يتقاتلون. كل الذين يحملون الاسم باللون الأبيض فهم حقيقيون. انظر لهذا الشخص كم هو سريع. انه سريع جدا. سوف نتبع هذا السامي. هذه هي المكان المهمة. اذا الوحش ستعرفه اما باسمه او بهذا هذه علامة الكتاب الموجودة مع الاسم. اذا سيكون علي ان اقتل هذا الوحش. انه مجرد قرن. اضغط على اسباس كي نجمع المواد المتساقطة. أخيرا ذلك الشجاع. أنا أقتل هذا القائد. قتله هذا الوقت. قتله. أيها الوعد. أترك لي بعض القرض. سنجمع المال. اسباس. أجمع المال. أيوه. نجمع المال. ما هذا يا هذا؟ نعم سيكون علي أن أملأ هذه الأشياء. أضغط على أوتو سيت. جيد. الآن سأصبح قويا. هنا هي القردة. إذا قتلت 2 على 5. قتلت 3. أصبحت قويا جدا. قرد واحد. علي أن أعود إلى جرين ديسبير. هنا هو هذا المكان. دعنا الآن نعود إلى العلامة التعجب البنفسجية. هيا بنا. لقد انهينا هذه المهمة. سيكون علينا الذهاب من هنا. نفتح الخريطة ونتبع الطريق. أرجو لا تقتلنا هذي. أوه انظر ما هذا الوحش. هذا هو وحش غريب. حشرة عملاقة. واو إنها الشتاء. تساقط الأمطار. إذن سنذهب من هنا. هذه هي باب القرية. إذن هذا في هذه اللعبة لا يمكنك القفز. ليس هناك طريقة القفز. إذن سنفتح الخريطة مرة أخرى وسنبحث عن اللون البنفسجي. ها هو.
دائما يعود إلى هذا الشخص الذي يحمل هذا الكتاب فوق رأسه. نضغط على كويست ثم هكذا قد انهينا المهمة. سنبحث عن مهمة جديدة. مفتاح خارطة. أستطيع. إذا فتحت الخريطة ستلاحظ بأنه ليست هناك أي علامة تعجب. هذا يعني بأن هذا المكان ليست فيه أي مهمة. ماذا سنفعل؟ سوف نبحث في المناطق الأخرى. إذا ضغطنا هنا ليست هناك أي علامة تعجب. إذا ضغطنا هنا هناك علامة تعجب هنا. أيضا لدينا مهمة هنا علينا اجتيازها. كيف نذهب إلى هنا؟ نضغط على هذا السهم الأزرق. سوف نذهب. إذا هذا المكان هو الذي كنا فيه في السابق. اجتمع فيه الكثير من اللاعبين. يا إلهي. إذا سنذهب للمهمة الخاصة بنا عند كثير من اللاعبين. إذا نتجه إلى المهمة. أين هو صاحب المهمة؟ عندما نصل إلى هذا الشخص نضغط عليه. نضغط على كويست ثم نكست. إذا لقد أعطانا مهمة وهي قتل ريبيتورن 5. كما تلاحظ هناك سهم بنفسجي على الخريطة. نفتح الخريطة. إذا هذه هي علامة هنا. يجب أن نذهب إلى هنا لقتل الوحش. سوف نذهب إليها مباشرة. نتجه إلى مكان مهمة. إذا هذه هي علامة. هذا هو المطلوب. نضغط على الخط ليحمل. هناك من يقاتل هنا. من يقاتل هؤلاء هنا؟ واو، انظر لهذه الحرب. انها من حرب شرسة. قتلت اثنان. يا إلهي. سوف نتحكم في الأغنية بالضغط على هذه. الآن هناك أغنية. كما يمكنك تغييرها على ما أظن. إذن الآن هناك أغنية. يقف أغنية تضغط على هذه مرة أخرى لتشغيلها. شيء جميل. إذا انهينا المهمة. سوف علينا العودة إلى علامة التعجب هذه. كي نضيع الوقت في المشي نضغط مباشرة على هذا السهم الأزرق. المدينة وسنذهب إلى
سوف نوقف هذه الموسيقى، سنتجه إلى المهمة التالية. إذن دائما نبحث عن علامة تعجب البنفسجية في الخريطة، وهذا هو صاحبها. نضغط عليه، نضغط مرة أخرى على كويس ويست. أنهينا بطبيعة الحال، أعطانا مهمة جديدة. قال بأنه علينا الذهاب إلى ديزرت سكريم. ديزرت سكريم تفتح الخارطة، هذه هي ديزرت سكريم. إذن المهمة لدينا الآن هنا، يعني بقربنا مباشرة، أنا موجود هنا والمهمة هنا، يعني هي موجودة هنا طبعاً الحال. إذن نذهب إليها. إذن هكذا تستمر في تطوير شخصيتك وتأخذ المهمات وتنجزها. هذه هي، اضغط عليه كويست هكذا. نيكست ديالوج، اخذنا هذه المهمة. الآن طلب منا أن نجمع هذه الأشياء، علينا الذهاب لجمعها. أين سنجمعها؟ نفتح الخريطة، سنجد أنه علينا أن نجمعها بالخارج. إذا سنخرج من هذه القرية وندخل إلى هنا ونجمع تلك الأشياء. إذن بالذهاب لا يمكننا اختصار الطريق كما في الألعاب الأخرى، مع الأسف سيكون علينا أن نتبع الطريق هنا. يبدو أن علينا قتل هذا. إذن نبحث عن الآخر، أين هو؟ نفتح الخريطة. مازلنا نحتاج هنا. إذن المطلب الثاني الموجود لدينا هنا، إذن إذا فتحنا الخريطة لا توجد لدينا علامة، يعني العلامة يعني البنفسجية في هذه الخريطة. نبحث في الخرائط الأخرى. هنا ليست لدينا شيء، ولكن هنا لدينا، يعني سيكون علينا أن نجمعها من هذا المكان. إذن سوف نضغط هنا لنذهب إلى هناك. أوه هيا أبعد رجليك. أوه ها ها ها. الله الخضر الخضر. ريالا 4 دراهم للبصل، 4 دراهم للبطاطس. هيا بنا، من يشتري الملابس؟ مرحبا بكم في المقهى الخاص بي. إذن هناك الكثير من اللاعبين هنا، يشبه السوق، إنه حقا يشبه السوق، وكأنك في السوق. هذا الشخص مازال لا مشكلته يرقص منذ. نفتح الخريطة. إذن هذا هو المكان، سيكون علينا قتل هذا الوحش لأن فيه هذا الكتاب قرب اسمه، هو المقصود. إذا أنجزنا المهمة كما توقعت تماما. أفتح الخريطة كي أعلم، يعني كي إذا هذه هي مكان موجود المهمة، وتذهب إلى هناك. الحلقة ستتجه إلى مكان إنهاء هذه المهمة. الكتاب ضغط على كويست. لقد انهيت المهمة. إذن وصلت إلى الليفل 5 الآن. نفتح نافذة الشخصية. لماذا؟ كي تقوم بزيادة هذه الأشياء. هذه الأشياء هي التي تعطيك القوة، تزيد من القوة أو من السرعة أو من السحر. توزع النقط على
على هذه الأمور؟ إذا كنت لا تعرف يعني ما هو الخيار الأفضل الذي سوف تزيد له النقاط، تضغط على أوتو سيت فقط هكذا. إذا لأخذ يعني لكي تبحث عن مهمة جديدة، فسوف تبحث عن علامة تعجب باللون الأحمر. علامة تعجب باللون الأحمر يعني مهمة جديدة، نضغط عليه مباشرة كي نأخذ هذه المهمة. إذا أخذنا مهمة جديدة الآن، سنفتح الخارطة، سنبحث عن علامة تعجب أو علامة يعني علامة علي الذهاب يعني لا هنا لإنجاز هذه المهمة. إذا وهكذا تستمر في تطوير شخصيتك، تأخذ مهمات تطور يعني ترفع من مستواك وهكذا. إذا هذه هي لعبة كابال أونلاين، فيها الكثير من اللاعبين كما رأينا. لا تنسى الاشتراك ونشر الفيديو مع أصدقائك اللي يعرفوا عن هذه اللعبة الرائعة والتي فيها الكثير من اللاعبين. تحياتي.